السلام عليكم. إذن في هذا الفيديو غنحاول نشوفو مقلوب عدد لانفيرس دان نومبر. إذن سوا x ان نومبر غولاتيف، لانفيرس دو x اي ان سور x. إذن مقلوب عدد x هو واحد على x. إذن شنو كنديرو في المقلوب؟ فكندير واحد على ديك العدد. إذن المقلوب ديال تلاتة هو واحد على تلاتة. المقلوب ديال جوج على تلاتة، واحد على جوج على تلاتة. وهاد العدد إلا بسطناه فغيجينا واحد البسط مضروب فاش؟ مضروب في المقلوب ديال المقام، تلاتة على جوج، أي تلاتة على جوج. إذا المقلوب ديال جوج على تلاتة هو تلاتة على جوج. إذا البسط رجع مقام والمقام رجع بسط. المقلوب دو واحد على خمسة هو خمسة على واحد. المقلوب ديال الصفر هو واحد على صفر. صفر كاين في المقام، إذن ميمكنليش ندير هاد الكتابة. إذن صفر ما عندوش مقلوب. المقلوب ديال صفر فاصلة واحد هو واحد على صفر فاصلة واحد. إلا بغيت نرجع هاد العدد عدد كسري، لأن هذا كتابة كسرية إكيتور فراكسيونير، باش نرجعها عدد كسري، إذن كنضرب البسط والمقام في العدد عشرة. إذن عشرة على واحد. إذن المقلوب ديال صفر فاصلة واحد هو العدد عشرة. إذن لاحظوا معايا، مي كنضرب العدد في المقلوب ديالو، إكس في واحد على إكس، إذن كتعطينا، إذن إكس راه هي في الأصل ممكن نكتبها بشكل إكس على واحد. إذن إكس في واحد على واحد في إكس، إكس في واحد هي إكس على إكس، كتعطينا العدد واحد. إذن بشكل عام ملي كضرب عدد في لانفيرس ديالو كيعطيك واحد دائما. إذن جوج في واحد على جوج هي جوج في واحد على جوج. إذن هي جوج على جوج أي واحد. خمسة على أربعة في أربعة على خمسة هي خمسة في أربعة. إذن البسط في البسط على المقام في المقام، هذا بالنسبة للجداء. إذن خمسة في أربعة عشرين على عشرين، إذن عشرين على عشرين كتعطينا واحد. إذن جميع الأعداد عندها مقلوب إلا العدد صفر هو اللي ما عندوش مقلوب. إذن ملي كنبغي ندير المقلوب فكندير واحد على العدد. إلا كان العدد صحيح راه سهلة، عدد صحيح إذا المقلوب ديالو واحد على واحد وثلاثين. وإلا كان العدد كسري فكنقلب البسط كيرجع مقام، إذا المقلوب ديال هاد العدد هو أربعة على ثلاثة وعشرين. ودائما نذكرو بأن الجداء ديال عدد في المقلوب ديالو دائما كيعطيك العدد واحد.